قمنا اليوم بالتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالشطر الأخير المتعلق بالمشروع الاستراتيجي المهم اللي هو مشروع تحلية مياه البحر بمدينة الداخلة. هذا المشروع اللي غادي يمكننا من الإنتاج ديال واحد القدرة ديال 37 مليون متر مكعب في السنة، منها 30 مليون متر مكعب للسقي و7 مليون متر مكعب للماء الصالح للشرب. سيمكن هذا المشروع كذلك من ربط مدينة الداخلة بالمحطة ديال التحلية على طول تقريبا واحد 130 كيلومتر بواحد الميزانية اللي كتفوق 400 مليون درهم، اللي غادي يتم الانجاز ديالها كذلك من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. هذا المشروع عنده خاصيه مهمه ومهمه جدا، نظرا لانه ولاول مره اليوم كنشتغلوا في اطار واحد المشروع اللي هو مندمج بين الطاقات المتجدده وتحليه مياه البحر. الطاقات المتجدده اللي اليوم المغرب كيلعب واحد الدور طلائعي جدا نظرا للكلفه اللي وصلنا لها اليوم في انتاج الكهرباء من الطاقات، خاصه الطاقات الريحيه اللي هي كل كلفه جد عندها تنافسيه عاليه جدا، واللي مكننا اليوم اننا غننتجوا المتر مكعب بواحد كذلك الكلفه اللي هي جد عاليه وعندها واحد التنافسيه عاليه جدا.